السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون على أضواء توقف اللي تتخدم كفلاشر. يعني هذا هو مفتاح تشغيل السيارة. فاش نشغلو هذه نعتبروها القاطعة تاع دواسة الفراميل. يعني فاش نضغطو على دواسة تنحصلو على هذا الشكل، هذا اللي هو الأضواء الأصلية السيارة، وهادو هما اللي تنضيفو تيخدمو كفلاشر. يعني فاش نضغطو على هذا الشكل وفاش نرفعو الرجل ديالنا تيتوقف. نشرحو المخطط ومن بعد نديرو التوصيل ديال التجربة ديالنا. هذا هو المخطط ديالنا على هذا الشكل، فيه ريلي ديال 5 الأقطاب أو 4 الأقطاب اللي هي هادي، وريلي ديال الغمازات اللي هي هادي. هادو هما المصابيح الخلفية، هادو نعتبروهم المصابيح الدائمة اللي كاينين اصلا عندنا في السياره، وهادو هما اللي غادي يشتغلوا لينا كفلاشر في حاله الضغط على دواسات الفراميل. عندنا الكهرباء الموجبه من موجب البطاريه عبر مصهر القطب 30، تتبقى تنتظر في القطب 87 القطب 85 والقطب 86 عباره عن ملف. الطرف الاول تنحصلوا فيه على الموجب عن طريق مفتاح التشغيل، غنشوفو علاش من بعد. والطرف الاخر ديال الملف تنحصلو فيه على السالب عبر القاطعة اللي كاينة في دواسة الفراميل اللي مرتبطة بسالب البطارية او جسم السيارة. يعني فاش تنضغطو تتكتمل الدائرة الموجب مع السالب، تتنتقل لينا هاد الكهرباء الدائمة اللي في القطب 30 وتتنتظر في القطب 87 تتنتقل ل 87. هنا تتفرع لجوج المسارات، هذا نشوفوه من بعد. نشوفو هذا اللي هو تيشغل لينا جوج المصابيح الاصليه في السياره تاع التوقف. في نفس الوقت يمشي عبر هذا المسار تيدخل لينا القطب الموجب تاع ريلي الغمازات. القطب السالب تاع ريلي الغمازات مرتبط بسالب البطاريه. القطب السي هو اللي تيخرج لينا الإشارة عبارة عن فلاش، وتيخدم لينا هاد المصابيح اللي ضفنا في الأطراف. تيبقى لينا هاد القطب هذا أغ، وممكن ربطو به داك المصباح الشاهد اللي تيكون عندنا داخل طابلو السيارة، اللي تيعني لنا بأن هاد الأضواء راه مشتغلين، يعني ما كاينش فيهم شي مشكل. نبداو توصيل التجربة ديالنا. نبداو بهذا القطب 87 اللي هو هذا، تيمشي في هذا المسار الاول مع موجب هذا المصباح وموجب هذا المصباح. في نفس الوقت تيمشي لهذا القطب الموجب تاع ريلي الغمازات، نعتبره هو هذا. هاد المصابيح اللي في الاطراف مرتبطين بالقطب السي ديال ريلي الغمازات اللي هو هذا في الطرف على اليسار مع موجب المصباح الاول وموجب المصباح الثاني. نربطو هاد القطب 86 تاع هاد الريليه مع قاطعة نعتبرها هي هادي، ومن القاطعة غادي لينا السالب البطارية والسالب هاد الريلي الأخرى، يعني هاد الطرف الآخر مع سالب الريلي اللي هو هذا. مع سالب البطارية وسالب المصابيح كاملين، هذا السالب الأول، هذا السالب الثاني،
هذا الثالب المصباح الثالث، وهذا الثالب المصباح الرابع، وأخيرا مع سالب البطارية اللي هو هذا. بقاو لينا هاد جوج الأقطاب 85 و 30، 85 القاطعة، يعني نعتبر هادي هي القاطعة، وهذا 85، يعني من 85 القاطعة، ومن القاطعة القطب 30 اللي هو هذا. ومن القطب 30 الموجب البطارية اللي هو هذا. نتأكدوا ما كاينش شي تلامس بين الأطراف. نبداو التشغيل. عندنا هذا هو كونتاكت السيارة، وهذه هي القاطعة اللي في دواسة الفرامل، يعني هادو هما المصابيح الأصلية، هذا وهذا، وهادو المصابيح اللي ضفنا تيخدمو لنا كفلاشر، يعني فاش تنضغطو فاش نرفعو الرجل ديالنا تيتوقفو. وقلنا علاش درنا موجب هاد الملف عبر هاد الكونتاكت، يعني في حالة الضغط على دواسة الفراميل والسيارة مشغلة تيشتغلو، بمجرد توقيف السيارة واخا ضاغطين على دواسة الفراميل ما تيشتغلوش. يعني داكشي علاش هاد الموجب الملف تنحصلو عليه عن طريق كونتاكت السيارة. نشوفو القاعدة اللي استعملنا في اختيار قيم هاد المصهرات تاع 5 أمبير، 8 أمبير، 20 أمبير. عندنا القدرة تتساوي الجهد في شدة التيار، يعني شدة التيار تساوي القدرة على الجهد، شدة التيار الكلية تدخل من القطب 30 وتخرج من 87، تتلقى جوج المسارات، يعني المسار الأول هو E1، المسار الثاني هو E2، يعني E total تساوي E1 زائد E2. E1 كي غادي نحسبوها بناء على القدرة ديال هاد جوج المصابيح اللي هما 21 واط، 21 واط، يعني 42 المجموع على الجهد هو 12 فولت، تعطينا تقريبا 3.5 أمبير. نقدرو نستعملو مصهر تاع 4 أمبير. بالنسبة لإي دو اللي هي تتمشي لينا الريلي الغمازات باش تشغل لينا هاد الأضواء اللي تيفلاشيو، فيهم 21 و 21، زائد هاد القطب أغ إلا استعملنا فيه المصباح الشاهد تقريبا 8 واط، يعني تقريبا 50 واط على 12 فولت، تتساوي تقريبا 5 أمبير. هذا علاش استعملنا هاد المصهر القيمة ديالو 5 أمبير. بالنسبة للمجموع، يعني اي توتال اللي هي E1 زائد E2، تتساوي تقريبا 8 أمبير. وبالنسبة لهاد القيمة هادي 20 أمبير، عندنا هنايا هاد الريلي هادي تتحمل 30 أمبير، يعني نبقاو دائما قراب من هاد القيم هادو. في هاد الحالة نقدرو نستعملو مثلا 20 أمبير أو 10 أمبير أو 15، المهم قل من هاد القيمة اللي عندنا هنايا. نكتفيو بهذا القدر. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.